جايز كيف دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى الناس تكونوا كاملين لاباس وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي تكون فلوغ، غادي تدوزوا معايا هاد الويكاند. وكيف ما شفتوا بديت معاكم بالفطور، المهم صايبت اومليت باش نفطر، كيعجبني صراحه نفطر بالبيض في الصباح. درت مع شويه ديال الجبينه هذاك جبلي، من بعد البنات دازت شويه ديال الكاشي فماجا. ابخي جيت نقاد القهوه ديالي وكيعجبني ندير فيها شويه ديال النسكويت. المهم كتعجبني بحال هكاك مخلطه بشويه القهوه شويه ديال النسكويت، كتجي زوينه بزاف. جربوها الا ما كنتوش مجربينها، جربوها. صافي البنات، من بعد مشيت كنفطر، غادي تشوفوني لابسه هاد الحوايج بحال هكا، تعرفتوا عندنا السم ديال البرد. ابخي البنات مشيت غسلت المايونيز، راه ما كانتش ماما اليوم، انا طيبت الغداء هانتوما كيف ما كتشوفوا. صايبت هذا هانتوما غتشوفوا شنو صايبت. واي ماني تتقدم شويه في الطياب، كل مره كنطيب حاجه. دابا طيبت البنات اللحم بالشلبانه، صافي بين ما غسلت الماين طيبت اللحم هكا. هنايا تطاب اللحم، عاد زدت عليه الجلبانه وزدت شويه د المعدنوس. وهذا ابخي مشيت البنات كنمشط شعري، كنسرح شعري مزيان لحقاش فريمون كان حالتو. مشيت كنسرحو هاد السيمانه هادي كاع، ما صايبت شعري ما قصتوش كاع، خليته زعما طبيعي. و ابخي مشيت كندير ليه الزويته باش نعتاني شويه بشعرنا، المهم مره في السيمانه كيعجبني ندير نتهلا شويه في شعري. وهذا درت ليه سويته البنات باش غادي ندخل الحمام، ندخل ندوش. وهذا ابخي البنات عمرت هذا بانيو ديالي، درت فيه شويه ديال دوك الوريدات البنات، كيطلقوا واحد الريحه اللي زوينه. ودرت هذا ملح الحمام، كيعطي هو واحد الطاقه اللي زوينه، كتسخاي كتي، المهم كتحسي بلي الطاقه كتجدد. عمرت البانيو مزيان، خليته تا عمر البنات مزيان، وتخشيت فيه وبقيت واحد ثلث ساعه تقريبا ولا كثر. المهم تحسيت براسي فريمون شدتني السخفه لحقاش الماء كان سخون، وداكشي اللي بغينا حنايا البنات باش نترخاو، باش المهم تحسي بواحد الطاقه اللي زوينه، ترخاي وتحيدي داك العيا ديال السيمانه. ونيت باش تفتحي المسام وتتحكي مزيان وتخرج لك الوسيخات. المهم هنايا البنات استعملت الصابون البلدي، من بعد درت ثلث ساعه ديال التجباد في الماء سخون، درت الصابون البلدي وحطيت مزيان. ابخي استعملت هذا الكروماج ديال القهوه، وهذا الكروماج هذا استعملته لوجهي اللي هو هذا. ابخي البنات عاد غسلت شعري، هذا المره قلبت القضيه من فتره نبدا بشعري عاد كنحطو هذا. المهم ابخي درت بندوش وصافي. المهم وتساليت البنات واستعملت هاد اللوسيون هذا اللي خطير في الترطيب، وريحة ديالو غزاله. وتخرجت عاوتاني من الحمام، عاد نستعمل الماسك لوجهي، هذا استعملت ماسك ديال النيله اللي فريمون زوين البنات، كيرطب وكينقي البشره وكيبيضها، خصوصا انه كيبيض البنات المناطق زعما اللي هي غامقه وحتى البشره. ابخي البنات كنستعمل زيت ارغان اللي خلاص ما نهضرش عليه انا. المهم زيت ارغان زوين بزاف بزاف، هو اللي كنستعمل الوجه ديالي قبل ما نعس، كندير به مساج. ولا دابا ابخي الحمام كنستعملو. استعملت منو البنات غير انقطاع وثاني شي شويه لشعري، لحقاش هو اللي تستعمل الوجه وحتى للشعر. خديت منو غير شويه ودهنت شعري باش ما يبقناش عاوتاني ناشف بزاف. وابخي البنات عرفتوا واحد الراحه، واحد الراحه تتحسوا بها فريمون واو. من بعد البنات مشيت تندير ليا واحد شوكولا شو، هاد الايام تبليت به خصوصا انه عندنا البرد بزاف، واحد البرد ما يمكنش. مهم شي حاجه اللي سخيخنا البنات مول الحمام زوينه بزاف، تتحسي براحه.
المهم خليته حتى غلى مزيان وصفيته. المهم اعتذر على درتي سرق ليا يعني، كنصور وكنخوي. المهم صافي عمرت التويس ديالي وطلعت لبيتي وتخشيت في بلايصي على البنات وخديت واحد التسييب. وهذا البنات صراحه زوين وكي حفزت وكي مهم. هذا ديال دي سيكريت او لا كتاب السر. هاد الفلتر مبيني بلقا بيضة بيضة بيضة. مهم غيداتو باش المهم ما دايره والو في وجهي وهذا وعجبني وصافي وقلت نديرو في يوتيوب. مهم البارح ما كملتش لكم زعما النهار كامل حتى الليل صافي راكم ما شفتوني دوشت وخرجت البنات من الحمام حتى ديت 6 صافي ديت شوكولا شو ديالي وصافي تكيت في بلاصتي وبقيت كنقرا واحد الكتاب صافي تكيت. المهم صافي كيظلم الحال وهذا كيبقى يجيني عجز على التصوير صافي. من بعد تعشيت وهذا وصافي بقيت جالسه مع الضو ونعست يعني ما كانتش شي حاجه اللي غادي تصور صافي. دابا نعست وفقت وهاني معاكم. دابا راني ماشي عاد فقت ولكن فقت قبيله وفطرت وقلت ما كاينلاش نعاود نصور لكم الفطور وشنو دات وشنو دات صافي. فقت فطرت عاونت شويه ماما هانتوما البنات شعري كيفاش خرج ليا من البارح. المهم دابا البنات غادي نصايبو ولكن ما غاديش نصايبو بالبلاك لحقاش فريمون البلاك ولا كيزيد ليا الشعر. داك البلاك زوين كيصايب زوين كيخرج لك الشعر هابط وهذا ولكن البنات مع في درجه الحراره وهذا دغيا كيزيد ليا الشعر. داكشي علاش غادي نستعمل البنات ولاول مره غادي نجرب هاد المشطه هادي اللي هي ديال نادا. صراحه عماني ما جربتها انا وهاد المره قلت غادي نجربها لحقاش تخلي الفوليوم في الشعر تخلي شعر شويه هكا في الفوليوم في الشعر ديالك ماشي بحال البلاك كيلبد الشعر ومع الوقت هي نهار يومين كيزيد ليا الشعر. داكشي علاش قلت غادي نجرب هادي اول مره غنجربها ما عرفتش كي غتصايب ليا شعري. وهانتوما معايا باش تشوفوا كيفاش غادي يخرج الشعر حتى هكا جا زوين خرج ليا شعري زوين زعما ماما. ايوا صافي هانتوما معايا انا البنات حيدت الفلتر ما تخلعوش. المهم غير باش نبان لكم مزيان حيت داك الفلتر كان كيبيض بزاف والملامح ديالي ولي كيتسمحاو. هانتوما سريحت الشعر يا البنات. المهم راني مشطو مشطو مزيان. دابا غادي نجمع هاد الشيء هادي باش نبدا بهاد الشيء وغادي نبدا بهاد الشيء معرفتش واش نبدا هكا زغبه بزغبه تا هو. صراحة ما عنديش فكره كيفاش نخدم بهاد المشطه هادي. معرفتش البنات الصراحه واش خص الشعر يكون فازب ولا ناجح. شوفوا شحال زعما تصايب مازال ما تصايب مزيان شوفوا. فوالا البنات شعري كيفاش خرج صراحه صايباتو زوين وبقى ليا الفوليوم في شعري ما خرجش ملبد وهابط وعجبتني. بالنسبه لاول مره كنستعملها مزيان عجبتني ولا سمعتو تطبال راكم عارفيني هادو كيدوزو في هاد الوقت هادي. جايز لقيتوني دابا لبست وجدت راسي باش غادي نخرج يعني الويكاند ما يمكنش نبقى جالسة غير في الدار ما كندير حتى شي حاجة. المهم لبست عليا وهذا وكنتسنى دابا صاحبتي تجي عندي وغادي تشوفوني بلي لابسة الاوتفيت اللي كنت لابسة فاش كي وليت.
الاوتفيت اللي كنت لابسه في لا فيديو اللي دازت لبستها لحقاش ما درتش بها نيو بوست وانا كنت باغا نتصور بها ساعه ما تصورتش بها وصافي عاودت لبستها. وحنا كنهضروا على نيو بوست هو الانستغرام ديالي هنايا دخلوا تابونا وني تشوفوا التصاور اللي كنحطوا هذا وني تشوفوا التصويره بهذه اللبسه هذه.